يقول أنا كثير الذنوب ولا أستطيع التوبة، ويعلم الله أني أحب التوبة وكل يوم أنوي بها وبلا جدوى، والمشكلة أني أحب ذنوبي ولا أستطيع تركها. قضية الذنوب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنكم تذنبون لذهب الله بكم، ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. كلنا نذنب، ويكفينا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطأ. ولكن أنا أنصح السائل أولا أن يسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب عليه وأن يهديه إلى صراطه، ويسأله بصدق. الأمر الثاني أنه إذا أذنب يتوب مباشرة. الأمر الثالث، لأن الذنب فترة بسيطة فقط الإنسان يحس فيها برغبته بالذنب، مجرد أن ينتهي الذنب يشعر بالضيق، فالمهم يبادر بالتوبة. الأمر الثالث أنه يعوض، إذا أذنب يفعل شيئا صالحا حتى يعوض الحسنات بعوض السيئات بحسنات. أذنب إنسان أي ذنب كان، كذب، اغتاب، نظر، سرق، رشى، ارتشى، أي ذنب، عق، أي ذنب من هذه الذنوب يحاول أن يعوض بحسن، يصلي ركعتين.